أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من واجه التغيير. يبدو أن رياح العبادي لم تعجب سفينة واشنطن، والزيارة التي قام بها لم تأتي أكلها داخل البيت البيضاوي، ولعل التطورات الميدانية على الأرض العراقية والمتغيرات الأقليمية والدولية التي فرضت إرادتها على الصراع المحتدم في بعض العواصم العربية جعلت أمريكا تتجنب التعامل مع الحكومة العراقية بسبب ضعفها وهيمنة الميليشيات المسلحة عليها وأيضا على المؤسسات العسكرية والأمنية، ما جعل الدعم الأمريكي يتجه مباشرة إلى السنة والكرد، وأيضا تدريب قواتهم بعد رفض الحكومة العراقية تدريبهم وتسليحهم في وقت سابق. ما الذي تريده واشنطن اليوم من العراق؟ هل ستعمل على خلق توازن قوى بين قوات البيشمركة والفصائل السنية المسلحة أمام الكم الهائل للميليشيات الشيعية المسلحة؟ ولماذا تريد أن تتعامل مع السنة والبيشمركة في العراق كبلدين؟ وهل هذا يعني أننا أمام تطبيق لمشروع بايدن؟ إذن مشاهدين الكرام، هذه التساؤلات وغيرها أطرحها على ضيوفي، أحد وجهاء محافظة الأنبار الشيخ عبد القادر النايل، ومن بغداد رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الأستاذ واثق الهاشمي، وسينضم معنا أيضا من برلين رئيس المجلس السياسي العام لثوار العراق الدكتور ضرغام الدباغ، ولاحقا سينضم معنا أيضا من واشنطن الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور أسعد ناجي. والبداية معك شيخ عبد القادر، ما الذي تريده واشنطن اليوم من العراق أو في العراق سيدي؟ أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام. واشنطن وصلت إلى قناعة خلال هذا القرار بمدلولات مهمة. أول هذه الدلالات أنه شعر الحزب الديمقراطي الذي سحب قوات الاحتلال من العراق والحزب الجمهوري الذي أصدر قراره باحتلال العراق وصلوا إلى قناعة كاملة أن الحكومات المتعاقبة التي صنعوها لم تستطع قيادة العراق، وأن هؤلاء الذين جلبوهم لم يتمكنوا من قيادة العراق نحو المساواة والعدالة. نعم. ولذلك هي وصلت إلى أنها أخطأت في دلالتها الثانية على قراءتنا لهذا القرار، أخطأت عندما وجهت جهة معينة أو مكون معين أو أحزاب معينة أن تتفرد بقيادة البلد، وهذا الذي جعل منها أن تعدل في سياساتها وأن تفهم أن هذا الخيار لا يمكن للعراق أن يهدأ دون أن تكون هناك تساوي واضح بين المكونات الرئيسية وبين العراقيين على أسس المواطنة الواحدة التي من خلالها تنتج العدالة والمساواة. لأننا عندما رأينا أن الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال في العراق بأسس كما يدعون ديمقراطية، والديمقراطية كاذبة ونحن حقيقة لا نؤمن بها جملة وتفصيلا، لأنها معروفة النتائج، ولأن الأحزاب والوجوه هم الذين يقودون البلاد. ولذلك عندما دعمت جهة على حساب جهات أخرى رئيسية في البلاد وصلت إلى قناعة أن هذا الدعم كله كان كاذبا في الوعود التي أطلقتها تلك الأحزاب أو تلك المكون الذي أراد أن يستفرد بحكم العراق كاملة. نعم. ولذلك خلال هذه الدلالات وصلت إلى الدلالة الثالثة أن الحكومة لا يمكن أن تغير في سلوكياتها الإقصائية والتهميشية والإلغائية لمكونات رئيسية في الشعب العراقي، فبالتالي أرادت أن تكفر ربما عن ذنبها وأرادت أن تعمل باتجاه الموازنة دون النظر أن نحن على سلبيات وإيجابيات القرار. لكن هذه الدلالات وصلت إلى قضية مهمة على أن الحكومات غير عادلة، قرارها ليس بأيديها، وبالتالي أخطر ما يكون أنها داعمة ومتكونة من ميليشيات. هذه الميليشيات تعترف سرا وجهارا ليلا ونهارا أنها غير تابعة لحكومة بغداد ولا للأطراف السياسية، إنما لإيران بطريقة واضحة أعلنت حزب الله والعصائب وغيرها. شيخ عبد القادر، يعني أفهم من كلامك أنه أمريكا اليوم أمام الصحوة الضمير في العراق تقصد؟ لا يمكن أن نقول، لأن كل مشاريع أمريكا في العراق
كانت مشاريع سيئة، وبالتالي هي لا يمكن للعراقيين ولا بقية المكونات التي أهملتهم وجعلت مكون وأحزاب معينة تستهدفهم بالحديد والنار. نعم. بدليل أنها صمتت عندما أقدم حزب الدعوة والمالكي على اقتلاع ساحات الاعتصام بالحديد والنار، وقابلها بالصد ولم يستجب لمطالب إنسانية واقعية مثالية، وكانت تظاهرات سلمية ولم يراعي، بل أحرق البلد لأنه اقتحم هذه الساحات. طيب، وبالتالي بالتالي لا يمكن أن نأمن على المشاريع الأمريكية ولا يمكن أن نعطي لها حسن نية، لكن هناك دلالات من خلال هذه القراءة أنهم فشلوا في صناعة عملية سياسية وأحزاب، وفشلوا في أنهم جعلوا مكون معين أو أحزاب معينة تستفرد في حكم البلد، وبالتالي هذا ما يعود عليه أن تلك الأحزاب الفاشلة لا تستطيع قيادة البلد، إنما جعلته عبارة عن بحور يعني من الدماء. شيخ عبد القادر، الكل مشترك، الكل مشترك بالخطأ سنة أو شيعة أو كردا. دعني أخذ وجهة نظر أخرى من بغداد. معي أستاذ واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك أستاذ واثق، كيف قرأتم سيدي الموقف الحكومي في بغداد، ولماذا وضعت أمريكا شروطا لمساعدة حكومة العبالي؟ أقصد بالشروط هو موضوع المصالحة الوطنية أستاذ واثق. نعم. شكرا جزيلا، مساء الخير عليك وعلى الضيف الكريم والمشاهدين الكرام. يعني أعتقد موضوع المصالحة الوطنية موضوع شائك إلى الآن، لا توجد رغبة لكل المشتركين في العملية السياسية بمصالحة واقعية. المصالحة لا تتم عبر ولائم ودعوات وتقديم الجبين، المصالحة بحاجة إلى أرضية، هذه الأرضية تكمن في إقرار قوانين، هذه القوانين من الممكن أن تحقق المصالحة الوطنية وتلتئم الفئات المختلفة فيما بينها لتحقيق وضع أفضل. الولايات المتحدة الأمريكية تضغط، لكن أساس الإشكالية الولايات المتحدة الأمريكية. هذا النتاج الموجود اليوم هو نتاج التغيير في 2003 عندما رسبت الولايات المتحدة الأمريكية خارطة الفوضى الخلاقة في عدد من المدن المنطقة، هي اللي قامت بحمل الجيش، هي اللي أبعدت دولة المؤسسات، هي اللي وضعت نظام المحافظة الطائفية المقيت اللي إلى الآن نعاني من عنده، وبالتالي تعود اليوم لتفرض موضوعة المصالحة. أنا أعتقد المصالحة يعني لو كانت مكانيات موجودة لا تحتاج إلى أمريكا ولا تحتاج إلى أي دولة. يعني وين تقصد بالنيات أستاذ واثق؟ النيات موجودة، حسن النوايا موجودة لدى الحكومة أم الطرف الآخر؟ لا لا سيدي الكريم، انا اعتقد النوايا غير موجوده لكل الكتل السياسيه. هي من هي الحكومه؟ الحكومه تمثل الشيعه والسنه والكرد من 2003 الى الان. نعم. اللي موجودين هم جاوا عبر انتخابات موجوده والشعب العراقي انتخبهم. يعني انا دائما اقول بالرمادي لا يوجد شيعي واحد، خيارات سنيه، لا يوجد سني واحد في النجف خيار شيعي، لا يوجد عربي في اربيل هي خيارات كرديه. نعم. اذا هاي الخيارات هم الشعب انتخبهم، لكن واقع الحال الكتل اللي موجودة في الحكومة هي نفسها موجودة في البرلمان، عندما يذهبون باتجاه قرار أكو صراع. اليوم الجديد أنه أكو صراع في البيت الشيعي، وأكو صراع في البيت السني، وأكو صراع في البيت الكردي، وأكو صراع بين المكونات الثلاثة فيما بينها، والشعب يتفرج. الخاسر الوحيد هو الشعب العراقي من هذه النتاجات اللي موجودة. يعني العراقي يقتل في كل يوم، يهدر ثمه، يذبح على يد الإرهاب، وهذه مشكلة كبيرة. يعني أنا أعتقد الخسارة النهائية هي إلى المواطن وليس إلى السياسيين المتنحمين بأموال وبمناصب وبجنسيات مختلفة، وأنا أعتقد هذه الكارثة الكبرى في العراق. يعني أستاذ نيات لتحققت المصالحة من وقت طويل. أستاذ واثق، يعني أنت يؤخذ عنك بأنت رجل يعني صاحب مشروع اعتدال ووسطي. لنكن بصريح العبارة أمام الشعب الكريم، قبل 2003 كان يحكم العراق حزب واحد هو حزب البعث. أكو أحزاب معارضة اليوم، هي اليوم جت بعد التغيير أصبحت اليوم هي السلطة الحاكمة في البلاد. الموضوع في موضوع المصالحة الوطنية، من يتصالح معا؟ أليس هم الأحزاب المعارضة اليوم تقود السلطة يتصالحون مع النظام السابق؟ هو هذا موضوع المصالحة الوطنية، ولا فهمني من يصالح مع من؟ لا لا سيدي استاذ اسماعيل، انا تعرف انا صريح جدا. اولا يعني اذا كان هناك تغيير سياسي فكل انظمة سياسية في العالم تتغير. نعم. ولا توجد اشكال في هذا الموضوع، لذلك النظام عليه كثير من السلبيات، واليوم ايضا هناك سلبيات كثيرة ننتقدها لكن بحرية اكثر. في السابق لا يوجد احد يستطيع ان ينتقد. واقع الحال يعني اليوم عندما يتفقون على اجراء او تشريع قانون، القانون فيه معرقلات. يعني اذا تذهب اليوم الى قانون المساواة والعدالة،
في مشكلة في البيت السني، في مشكلة في داخل البيت الشيعي، هناك أطراف في البيت الشيعي قسم يقبل به وقسم يرفضه، يعني كلة الأحرار لا تقبل بالمساواة والعدالة، لكنها تقبل بقانون العفو. كلة التحالف السني أيضا لديها إشكاليات في بين المكونات الأربعة والخمسة الموجودة، فضلا عن التحالف الكردستاني الموجود، لأن من يقود البلاد يقودها الجميع في حكومة الشراكة الوطنية. يعني أنا دائما أعترض على حكومة الشراكة الوطنية، أقول لو كان لدينا معارضة في البرلمان لما وصل حال البلاد إلى هذا الحال. الجميع يتوافق في كل شيء، وهذه مشكلة كبيرة. بالمصالحة لا توجد نيات من الجميع، يذهب السنة والشيعة والأكراد، وشاهدت السيد طلباني أجمع الكل في بيته ليدخلوا بمشكلة ويخرجوا بثلاث مشكلات. كل المحاولات اللي بعد اللي جرت لم تخرج في واقعية. اليوم رئاسة الجمهورية السيد علاوي يعمل باتجاه المصالحة، وهناك في رئاسة الوزراء ليش تعمل باتجاه المصالحة. شنو قصنا أستاذ واثق؟ أستاذ واثق، أستاذ واثق عذرا، شنو قص البيت خلينا نقول الحكومي انه يتعامل مع العراقيين مثل ما تعامل البيت الكردي مع العراقيين؟ شو نقص يعني؟ تنقص الاراده ام الشجاعه؟ اسمح لي تعيد السؤال. انت تحدثت قلت 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 اسال اخوه الكرد احتضنوا كل العراقيين، اقصد هنا البيت الكردي، ما الذي يجعل الحكومه لا يعني تسير على نفس هذه الخطى؟ هل هي الشجاعه ام الاراده تنقصهم اليوم؟ لا سيدي، شو قصة القضية؟ أنا أتكلم بواقعية، يعني البيت الكردي لماذا احتضن الكل؟ يعني الكرد لم يضعوا حدود، وتحديدا السيد مسعود برزاني اذهب إلى أربيل، من يستطيع أن يدخل أربيل؟ منذ 2003 إذا مكتفين وإذا معدة اتجاهات والمواطن يذل عبر محضر يسمى محضر أربيل من 2003 إلى الآن، لا أقول بعد النازف، لكن من 2003 هناك ما يطلق عليه اسم المعبر في أربيل، وضع الثمانية يختلف. اليوم حتى في بغداد يعني النازحين موجودين في محافظات متعددة، وفي بغداد وهناك مشاكل، يعني في اعتراضات في البداية يقول لك أنا أحط بالنسبة للنازحين أستوعبهم، لكن محتاج إلى قاعدة بيانات أقدم للأمم المتحدة. إحنا لا نحمل بالتخطيط، كان هناك مشكلة تجي الأمم المتحدة تقول عندك نازحين، ما يعرف عدد النازحين، من أكو قاعدة بيانات، وبعدين يجب أن يشيك الجميع لأسباب أمنية، قد يكون هناك بعض المخترقين بالصفوف بين الأخوة النازحين يسببون مشكلة. أنا باعتقادي كمواطن عراقي، العراقي يستطيع أن يذهب إلى أي نقطة في العراق، العراق بلد الجميع، لا توجد محددات لا شيعية ولا سنية وكردية، وإذا تفرضها أجندة سياسية فهي مرفوضة. المواطن العراقي يستقبل شقيقه المواطن العراقي في كل مكان وأبوابه تفتح. هذا العراقي منذ تأسست الدولة العراقية الحديثة إلى الآن، لكن أنا أعتقد بعض السياسيين اليمين الطائفية يحاول أن يقفون على وتر التصعيد الطائفي، عدم القبول بالآخر، وهو هذا اللي أبقاهم في من مناصبهم ليحاولون أن يستثمروا حتى في الانتخابات. نعم أستاذ واثق، يعني أدعوك بالبقاء معي، سأنتقل إلى السيد النايل الشيخ عبد القادر. يعني هناك من يعتقد أنه هذا القرار جاء من أجل خلق توازن قوى توازن للقوى بين الفصائل المسلحة، هل تعتقد أنه هذا الاعتقاد يتطابق مع وجهات نظركم، أم أن أمريكا أصبحت اليوم على قناعة بأن النفوذ الإيراني يجب أن يوضع له حد في العراق؟ أولا أن هذا القرار فيه دلالات مهمة. الدلالة الأولى أنها اشترطت على العبادي إزالة الميليشيات التابعة لإيران، واليوم ما يحكم في العراق لا وجود لأي أجهزة أمنية، إنما تلك الميليشيات السائبة التي ذبحت وقتلت العراقيين ولا زالت تمارس. في هذا اليوم اقتحموا مؤسسة الشهيد في العامرية وهي مؤسسة حكومية، وأحرقوها بعلانية ما يسمى حزب الله، وبالتالي اليوم النازحين يقتلون على أسس طائفية واضحة تماما. ولذلك مدح العملية السياسية اليوم هو الجريمة العظمى بعد أن أوصلتنا لهذه القضية. ولذلك أرى التناقضات في ضيفك الكريم عندما يتكلم عن إيجابيات وأن الكل مكونات الشعب العراقي مشتركين في هذه العملية السياسية، وهذه مغالطة كبيرة. الشعب العراقي اليوم مظلوم تماما من العملية السياسية وأطرافها، سواء كانت شيخ عبد القادر سنية كيف أو كردية أو شيخ عبد القادر أو أحزاب شيخ عبد القادر شيعية. أليس هناك ممثلين للسنة داخل الحكومة اليوم؟ هؤلاء أليس هناك ممثلين للسنة وممثلين للكرد؟
الشيعة داخل الحكومة؟ هؤلاء الممثلين المحسوبين على السنة إذا تكلمنا بهذا، وأن تخبوهم ناس من الشارع السني سيدي، هؤلاء تشكيليين من أجل أن تصل بهم العملية السياسية، وإلا فإن أمريكا أعطت الضوء الأخضر لأن يحكم العراق هو حزب الدعوة، حتى ما يأتي من كل الأطراف الأخرى هو مجرد تشكيل لإدامة العملية السياسية، وهؤلاء جميعا يأتمرون بأوامر أمريكا. لكن اليوم النفوذ الإيراني من خلال العمل الممنهج في تطوير الميليشيات ودعمها، واليوم المالكي اعترف أنه طيلة حكمه كان يدعم الميليشيات بطريقة واضحة تماما، والنظر للآخرين الذين ربما هم بالدرجة 95% أخرجوا الاحتلال الأمريكي، الفصائل المقاومة التي كانت تحسب وهي محسوبة على سنة العراق، والمناطق التي كانت تقاوم فيها الاحتلال الأمريكي، وبسببهم خرجت الآلة العسكرية الأمريكية القوية التي نتذكر في هذا اليوم كيف فاوض بوش أكبر قوة مدينة الفلوجة التي أوقفته وانتصرت ولم يستطع دخولها بريا. اليوم قابلت تلك الفصائل بالقتل والتهجير والاعتقالات، بينما المالكي كان يدعم تلك الميليشيات التي ثبت ولاؤها اليوم لإيران بطريقة واضحة. اليوم المشكل أن أطراف العملية السياسية موجودون من أجل مصالحهم الذاتية للعراقيين، وإلا فإن أسس التقسيم تكمن في تلك العملية السياسية التي قسمت البلد إلى مكونات، واليوم القرارات التي نتجت عن حكومة العبادي وعن غيرها، دخول بغداد إلا بكفيل، هذا الإجراء لا يسمى تقسيما للبلد عندما يتم التعامل بهكذا ازدواجية في قصف المدن وإحراق المدن بالطائرات ومن ثم إلا كفيل، فهو استهداف للمواطن العراقي، وهذه الأسس التي تدفع بتقسيم العراق وتدفع بانهيار العراق، لأنه يوم أن يشعر المواطن العراقي أنه من الدرجة الثالثة وأنه مستهدف، وهكذا يصنع به، لأن اليوم كما تعلم لا وجود لأي جهد لا من حكوماتهم المحلية ولا من الحكومة المركزية ولا من البرلمان الذي قرر أن يكون رفع الكفيل ولم يرفع، لا يوجد أي مساعدة للشعب العراقي، عندما نرى حال النازحين نموذجا عندما تركوا ولم يوفر لهم أي شيء، لا سيما حتى الحكومات المحلية متآمرة بهذه القضية. لذلك المشكل الحقيقي في تلك الميليشيات والحكومة ونهجها الطائفي الإقصاء الإلغائي على كل مكونات الشعب العراقي، وبالتالي هم عامدون على عدم المصالحة وعدم إعطاء الحقوق. هذه وجهة نظر حضرتك، سأنتقل إلى وجهة نظر أخرى. السيد الهاشمي، يعني أول ردة فعل غير حكومية هدد السيد مرتضى الصدر برفع التجميد عن الجناح العسكري المتخصص بالجانب الأمريكي وضرب مصالح أمريكا في العراق وخارجه في حال تم إصدار هكذا قرار، ماذا يعني ذلك على الأرض سيدي؟ يعني اولا أرد بقليل على الضيف الكريم، يعني يبدو انه لا يعرف شيئا وربما لا يسكن العراق، انا ما اعرف الوضع. اولا يقول على هؤلاء لا يمثلون سنه العراق، من انتخبهم؟ هل انتخبهم شيعه العراق ام سنه؟ انا رديت عليه، انا رديت عليه استاذ واثق، انا رديت عليه على القضيه وقلت له الشارع السني انتخبهم وهي مشكلتهم. الضيف الكريم، لماذا لا يرشح في الانتخابات ويفوز ويكون عضوا في البرلمان يدافع؟ خلي استثمر الوقت استاذ الهاشمي. استاذ واثق، يعني خلي استثمر الوقت في هذه الاسئله، يعني انا اعطيك حق الرد بس السؤال هو في نفس السياق، يعني انا تحدثت عن قرار السيد مقتدى الصدر. سيدي العزيز، اولا السيد مقتدى الصدر عندما يصرح ببيان لمقاتله الامريكان، هذا البيان سمعنا اكثر من مره، نعم، والتهديد اكثر من مره، واقع الحال عندما يهدد بيتك وتكون هناك داعش على ابواب بغداد ولا يوجد معين ويسقط كل العراق مهدد، كان لفتوى المرجعيه بوجود الحشد الشعبي بتجربه مهمه اوقفت داعش، وهذه القضيه يجب ان نسلم بها. احنا لا نشاهد اعتراضات، يعني ما حدث في الانبار وانا كنت قريب من الحدث في الانبار، نعم، لم يتفقوا اهل الانبار فيما بينهم، كل خيمه كانت تقول هذا تمثلني والاخر لا يمثلني، والى الان التقاطع موجود في الانبار بين سياسيين الانبار ومجالس المحافظات وشيوخ الكرام. لذلك قالوا لنخرج الجيش ونحن سنطرد داعش ونطرد الاخرين، ترك الجيش وطلع. داعش بكاملها اخذت كل المحافظات الغربيه وتتجه نحو بغداد ومحافظات اخرى.
بس استاذ واثق كان شرط العشائر ان تسلح مثل ما سلح الحشد الشعبي. سيدي دعنا عن السياسيين، كان شرط الاهالي الانبار ان يسلحون بنفس الاسلحه او الصيغه او تكون معادله لهم حتى عندهم سنه 2006 قارعوا اسم القاعده واخرجوهم وانتم تعلمون ذلك. نعم انا معك وانا قلت لك الكلمه، انا لا تلومني في الحق لو متلام على اي طرف في العراق. نعم. ولا اخشى احدا. القضيه لو هناك وثائق تعرض الان عن الاسلحه التي سلمت الى العشائر في الانبار لوقف لها الجميع يعني خوفا من هذه الاسلحه التي سلمت، لكن هذه الاسلحه بيعت الى داعش. من باعها؟ مكانات اخرى وباحترافات موثقه. من كان يمتلك هذه الاسلحه؟ استاذ واثق، استاذ واثق انت اشرت الى موضوع خطير ومهم جدا وانا يعني احييك في هذا المكان. انت اشرت الى هناك اناس اشخاص باعوا هذه الاسلحه لتنظيم الدوله الاسلاميه، يعني اليس هي الحكومه التي وضعت هذه الاسلحه باشخاص هم غير مؤهلين لها، معروفين هم اللي كانوا يتاجرون بالسلاح، وانت تعلم يعطوهم لسين ولا يعطوهم لصاد. استاذ اسماعيل كلامك صحيح، لكن الحكومات عندما تتعامل والجميع ينادي بالله مركزيه ومجالس المحافظات والكل يقول انا المتصدي، انا لا اتكلم عن الانبار، اتكلم عن اي محافظه، وربما هذا الحدث حتى لو يحدث في الجنوب سنقع في نفس المشكله. نحن لا نستطيع ان نبني دوله مؤسسات. اولا هناك خطا من الحكومه في توزيع الاسلحه، والخطا الاكبر عندما استلموا على الناس يقولون نحن المسؤولين الشرعيين للانبار، نحن من تصدينا لموضوع الصحوات، نحن من قاتلنا سابقا تنظيم القاعده فاخذوا الاسلحه، لم توجد ضوابط واقعيه، وانا اتكلم لا ادافع عن الحكومه ولا ادافع عن اهل الانبار، انا اتكلم بموضوعيه وباستقلاليه، الخطا يتحمل الجميع، اليوم اكو مشكله في العراق هي موضوع تاسيس دوله المؤسسات، يعني اليوم الحكومه يجب ان تضع في بالها عندما ننتهي من داعش كيف تسيطر على موضوع الاسلحه الموجوده في كل مكان من الشمال الى الجنوب، هل هناك ضوابط جديه بهذا الامر؟ تجربة الحشد الشعبي تجربة يحتذى بها، يجب أن نعترف بها، هناك أخطاء لكنها منعت بغداد والمحافظات الأخرى من السقوط، أعادت تحرير مناطق متعددة، شارك فيها كل المكونات، اليوم من أهل الأنبار الكثير انضموا للحشد، من التركمان، من المسيحيين، من الأيزيديين، خلينا نعرض هاي الوحدة الوطنية وأنا دائما أقول وأقولها عبر قناتكم. نعم. شنو مصلحة مواطن بالسما ومشايخ بغداد في حياته يستشهد في صلاح الدين أو في الرمادي؟ شوف قوافل الشهداء مثل ما بنفس استاذ واثق يعززون علينا احنا ناس وطنيين. استاذ واثق استاذ واثق استاذ واثق استاذ واثق يعني حقيقه يعني احنا ما موجود عندنا بالشارع العراقي والمجتمع العراقي طائفيه، الطائفيه خلقتها السياسيين خلقوها، بدليل انت تحدثت قلت ابن السماوه وابن البصره وابن الناصريه يقاتلون دفاعا على ابن الانبار، مثل ما قال ابن الانبار هو المصد ب 2006 وبشهاده الحكومه السابقه وكل العالم انه كان هو المصد الاساسي ويحمي كل العراق. اشكرك استاذ واثق الهاشمي رئيس المجموعه العراقيه للدراسات الاستراتيجيه، كنت ضيفا معي عبر الهاتف من بغداد. شيخ عبد القادر، ليش امريكا تريد تتعامل مع السنه والبيشمركه في العراق كبلدين؟ ألا يعني هذا بداية أو هو تنفيذ لمشروع التقسيم؟ ذاك كل هذه المخاوف موجودة، بل المخاوف الأكثر موجودة أنه إذا في بال أمريكا أنها تستخدم سنة العراق كمستأجر لبندقيته فهذه هم قضية واهمة. اليوم هناك وعي كامل، وبالتالي هذا الوعي يستطيع التعامل مع هكذا مشاريع التي إلى الآن هي مشاريع لا زالت قيد النقاش في مجالسهم التشريعية وكذلك الكونغرس، وإلى الآن لم يصادق عليها البيت الأبيض. وبالتالي هم أشاروا إلى قضايا مهمة تماما، أشاروا إلى إنهاء الميليشيات، لأن اليوم العبادي في قضية خطرة تماما عندما أعطل الثوب الحكومي لتلك الميليشيات، وهذه الميليشيات التي اليوم تهدد قطعا ليس هناك انموذج يحتذى به بالحشد الشعبي، بل إنما هو انموذج سيء لفشل دولة في تأسيس جيش حقيقي من ضباط حقيقيين، وبالتالي إيران تخشى أن يكون هناك في العراق جيش وضباط حقيقيين هم من أوقفوا زحفها آبان حرب العراق في الثمانينات، واليوم يخشون أن يعاد هذا الجيش حتى تقطع النفوذ الإيرانية التي امتدت لدول عربية عبر وجود الميليشيات وعبر اجتثاث الضباط المهنيين الذين لم يكونوا محسوبين في يوما من الأيام على نظام معين فهم
موجودين في عام 1960 و 1950 لأنه تأسيسهم من 1920، ولذلك المؤسسة العسكرية التي انهارت بسبب هؤلاء وبسبب القوانين المجحفة عليها هي التي ولدت هذه الميليشيات. وهناك هذه الإشارة، المفروض الآن الكتل الموجودة أو التيارات العراقية الموجودة بمختلف مسمياتها، المفروض الآن تعمل على إنهاء دور الميليشيات السائبة الموجودة في بغداد والموجودة في كل المحافظات، وقادة طيب. تلك الميليشيات تهدد علناً تريد تشتعل المحافظات شيخ. وتجربة تكريت التي يتكلم عنها هي مأساوية إلى هذه اللحظة. شيخ عبد القادر، بالأمس الليلة الماضية، هذه معلومة دقيقة، خرجت نساء العلم ناحية العلم مشيا إلى كركوك لأن قادة الميليشيات أرادوا أن يغتصبوا نساء العلم. هذه معلومة مؤكدة طيب. وأنا مسؤول عنها فكيف تريد أن نأمن بهذه التجربة وتلك الميليشيات؟ طيب شيخ عبد القادر، حتى أستثمر الوقت، لدي محاور كثيرة، دعني أنتقل إلى وجهة نظر ربما تكون يعني مغايرة لك ولضيفك السيد الواثق الهاشمي، معي من برلين عبر الهاتف رئيس المجلس السياسي العام لثوار العراق الدكتور ضرغام الدباغ. مرحبا بك دكتور ضرغام. لماذا أمريكا التي احتلت العراق 2003 خرجت ثم عادت اليوم تريد أن تتعامل مع مكونات الشعب العراقي بطريقة البيضة والحجر، هناك من يقول عليها، ليش تتعامل مع السنة والبيشمركة كبلدين؟ ألا يعني هذا أننا أمام تطبيق لمشروع بايدن؟ السلام عليك أخي العزيز أستاذ إسماعيل ولمشاهديك الكرام ولضيفيك الكرام. بادي ذي بدء، أنا لابد أن أقول أن في السياسة ولا سيما عند الغاب وربما حتى في الشرق الآن لا يوجد شيء اسمه صحوة أو ضمير أو أخلاق. وما جرى للعراق كان وما يزال يحدث مع سبق الإصرار والترصد، مخطط له حتى في أدق تفاصيله، وكل شيء يدور تحت التسجيل والتوثيق صورة وصوت. لابد لي بادئ ذي بدء أن أنوه، وأجد هذا ضروري جدا لتفهم باقي أطروحتي، أننا في المجلس السياسي العام لثوار العراق نحن الكيان السياسي الوحيد تقريبا الرافض لتقسيم العراق على أسس طائفية وعرقية وإثنية. هذا إذا استثنينا تشكيلات صغيرة لا تقوى على إعلان رأيها بصراحة، طامعة ولو بجزء يسير هامشي من العملية السياسية، هؤلاء اللي تحدث عنهم الأستاذ واثق. رغم أنها متهالكة، العملية السياسية متهالكة، تلفظ أنفاسها ولا تعيش إلا على مغذيات خارجية، والأمر لا ينطوي على فلسفة خطيرة ما أقوله، ونحن لا نضيف شيئا على الحقائق الثابتة، بل أن تاريخ العراق المعروف المكتوب يتجاوز 7000 سنة. العراق موحد لا يعرف التقسيم ضمن حدود التي حددها التاريخ والجغرافيا. أما هذا الرقص الذي نشهده على المسرح، إنما جرى التخطيط له ليبلغ هذه الذروة، وحضرتك تعرف المثل البغدادي المعروف، أشوفك الموت حتى ترضى بالسخونة. قبل يوم أو يومين اطلعت مؤخرا على تقرير خطير الأهمية، أرجو أن يعني يقع بإيد الأستاذ واثق الهاشمي، ربما هذا يغير من آراءه. هذا التقرير صادر عن الجمعية الأوروبية لحرية العراق EIFA حول العراق، هذا صادر عن دوائر الاتحاد الأوروبي، وهو ينطوي على حقائق مجردة، هذول لا سنة ولا شيعة ولا عراقيين ولا عرب، مما يدل على أن جهات كثيرة وفي المقدمة منها الولايات المتحدة الأمريكية لديها من المعلومات والإحصائيات ما لا تملكه جهات عراقية. الأخطبوط الأمريكي يمد اليوم أصابعه في كل زاوية، فالكل يعلم بالأرقام والوقائع الدقيقة أن هناك مكونا عراقيا كبيرا يتعرض للتدمير والإبادة، وهذا جرى في كل مكان. مدت هذه الميليشيات بين قوسين اللي تحدث عنها الأستاذ واثق في يعني أبادت مدن كاملة، جرفتها من الأرض وشالت السكان وذبتهم إلى أماكن أخرى ومنعوهم من العودة إلى أماكنهم تحت إطار وشعار القضايا الأمنية. الكل يعلم بالأرقام والوقائع الدقيقية هذه المعلومات، أن هناك مساعي محمومة تبذلها إيران للسيطرة التامة على العراق باتباع أساليب وحشية غير مسبوقة في التاريخ البشري. الولايات المتحدة تعرف ذلك أكثر من غيرها، ولم تبدي سخطها إلا اليوم. لماذا؟ الولايات المتحدة بتقديري أدركت أن حليف الأمس شره له أخلاق الضباع،
ولا يخلص لتعهداته ويلعب وراء الكواليس وتحت الطاولة ويمارس كافة الألعاب القذرة. ومسرح العلاقات الدولية المعاصر يشهد تحولات مهمة ومستحقة تقف على الأبواب، وهناك مؤشرات تدل على ملامح الموقف المقبل في الشرق الأوسط، وفي مقدمة تلك تهالك النظام السوري الحليف لإيران، ولا تبدو آفاق الموقف اللبناني بأفضل منها، وهناك تصعيد بالكاد مسيطر عليه في مواجهة أوروبية وروسية حيال الأزمة الأوكرانية. وهناك أوضاع هشة في الشرق الآسيوي، كل هذه بؤر توتر تنذر بالتهاب مفاجئ. وقد تمنح هذه المؤشرات التوازنات في الشرق الأوسط أبعاد جديدة تستحق إعادة الحسابات. هذه كانت مقدمة مدخلك إلى البرنامج أستاذ إسماعيل. نعم، الولايات المتحدة ليست ضد الطموحات الإيرانية بالكامل، وليست ضد دورها كمثير للمشاكل. هذا الدور مرسوم لإيران منذ مئات السنين، منذ القاجاريين، ولكنها تريد أن تهذبه وتخشى النهايات الحادة للأزمات وأن تفقد نهائيا هذا الحليف المفيد المتعب، ولذلك تدخلت في اليمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. دكتور ضرغام، دكتور ضرغام، حتى أبقى في نفس المحور، يعني هناك من يرى أن هذا المشروع هو ترسيخ الفصل الطائفي، أو لنقل محاولة لتغيير بوصلة المعركة أو الحرب على الإرهاب، وجعلها حرب أهلية تكون هي بداية التقسيم كما وضعوا أسسه عند غزو العراق قبل 13 عام. أنتم كمجلس سياسي يضم كل طيف العراقي، هكذا أنت تحدثت، المجلس السياسي هو الوحيد الذي يضم كل أطياف الشعب العراقي، كيف تنظرون إلى هذه الازدواجية بالتعامل الأمريكي بين القوى أو الفصائل المسلحة المختلفة الموجودة على الأرض؟ مؤكد أستاذ إسماعيل، نحن بالمجلس السياسي ندرك هذه الحقيقة بالضبط، ونحن نعلم أن هناك فصائل وجهات عراقية كريمة وشريفة في كل محافظات العراق، ودعني أقول لك حتى في محافظات الجنوب، ودعني أقول لك حتى في مؤسسات دينية شيعية. هؤلاء الناس رفعوا أصواتهم عاليا ورفضوا ما يجري من حملات دموية، وقالوا أن هذه في نتيجتها أنها سوف تكرس الفرقة بين أبناء المسلمين والعراقيين الوطن الواحد. نعم، هم قالوا هذا الكلام ونحن أيضا نقوله، وأنا قلت لك أننا لا نتفلسف. العراق طول عمره موحد، نحن خضنا معاركنا مشتركا وأسسنا أحزاب وقوى وحركات وطنية عراقية، أحزاب قومية وطنية اشتراكية. كانت هذه الأحزاب والحركات لا تعرف ما هي الطائفية، لا تعرف من هو السني من هو الشيعي، هذه مصطلحات جديدة جاءوا بها من خارج الحدود من أجل أن يسيطروا على هذا البلد الكبير اللي اسمه العراق. أنا أعتقد لا يجوز مطلقا وضع كل شيء على شماعة الإرهاب، هذا تغافل مقصود وتبسيط شديد غير مقبول لكارثة الاحتلال كله. التي خلقت المقدم اتحدث عنها الأخ النايل بشكل سريع، الاحتلال هو الذي خلق المقدمات المادية الموضوعية لنمو وتنامي مثل هذه التوجهات. لماذا لا يسأل أحد مثلا عن منظمات وميليشيات إرهابية وفرق قتل تجول المدن العراقية، قتلت إلى حد هذا اليوم مئات الألوف من خيرة أبناء العراق. من كافة المكونات قتلوا السني والشيعي والمسيحي والصابئي وكل شيء. ما يتعرض له العراق اليوم، اقتصاده وكيانه السياسي وشعبه وبكافة أطيافه منذ بدء الاحتلال إلى تدمير واضح دون رد فعل سليم النوايا وواضح الأبعاد، فليس من الإنصاف مطالبتنا أن نهندس ردود الفعل عند كل من مسهم الضرر وجرفتهم آلة القتل وهدمت مدن بأكملها وشردت أهاليها إلى البراري. هل جرى هذا في العالم في مدينة أخرى؟ إلى المدن المجاورة الآمنة ولا يدخلونها إلا بكفيل وفيزا. والأخ الهاشمي يقول إيه هذه إجراءات مقبولة، يعني عشان نسوي هذا ضرورة؟ ليس بوسعنا أن نطلب منهم رد الفعل الهادئ في مسيرة دموية مجنونة. في الدفاع الغريزي عن الذات نقول له لا تدافع عن نفسك، خليهم يسوون بيك ما يريدون. طيب، نحن قلنا أن أي ندين أي محاولة ترمي في مؤداها إلى تقسيم العراق،
نعم نحن نعلم أن هدف تمزيق العراق قد درس جيدا في أروقة المخابرات الأجنبية، وهو ليس بالعلاج البارع لمشاكل العراق الذي لعب دور بيضة القضبان في توازنات المنطقة، لكن اليوم بعد أن غرقت المنطقة بالمشاكل التي صدرت إليها أيقن الجميع أن العراق لعب طوال عقود طويلة من التوتر دور العامل الحاسم في حفظ الأمن والسلام والاستقرار. نعم. بس بمجرد هذا السد انشال لاحظ الطوفان شو صار عندك. طيب دكتور ضرغام سأتوقف هنا وأنتقل إلى الشيخ عبد القادر. الشيخ عبد القادر، هل تقبلون أن تتسلحوا أنتم كفصائل سنية تتسلحون مقابل أن يقسم البلد؟ أولا هناك أطياف كثيرة لا تقبل بتقسيم البلد، وعلى رأسها فصائل المقاومة التي قاومت المشروع الأمريكي وجودا واحتلالا ثم قاومت مشاريعه، وهناك كثير من الجهات الكبيرة في الشعب العراقي كهيئة علماء المسلمين، كبار العلماء على رأسهم فضيلة الشيخ العلامة الدكتور عبد الملك السعدي، كذلك الجهات الأكاديمية وشيوخ العشائر، كلها رافضة لتقسيم العراق. هذه القضية مسلم فيها، ولن يكون هناك أي تعامل على أسس تقسيم العراق، وبالتالي هذه قضية، بل هو المشاريع التي تذهب إلى تقسيم العراق تم رفضها. اليوم في القرار الأمريكي الموجود حالياً هو نقول له دلالات مهمة، هذه الدلالات ينبغي أن يستوعبها العالم جميعاً، ولذلك هذه القضية لن تنعكس على العراق، ولذلك على الدول العربية أن يكون لها موقف واضح من دراسة هكذا قرار. القرار تعمد إلى إشارة على أن الميليشيات الموجودة هي ميليشيات إيرانية يجب إزالتها من الحكومة، بينما هم أعطاها وجه ثوب للحكومة، ثم تكلم على أن القرار سيذهب باتجاه إعطاء 60% إلى 70%، بمعنى أن النسب التي كانت أسست عليها العملية السياسية بأقليات وأكثرية كانت كاذبة، ولذلك نسب المكونات العراقية كما معلوم أن سنة العراق والأكراد يمثلون 60% من الشعب العراقي، بدليل طيب أنه شيخ عبد القادر بهذه القضية وصلت الفكرة شيخ عبد القادر، أريد أستثمر الوقت شيخ عبد القادر بدقيقة واحدة، نقول أنه هذه الإرادة الأمريكية لابد أن ننظر إليها بعين الريبة، لأنه لا يمكن سنة العراق أن يقبلوا أن يستخدموا في بندقية مأجورة لصالح بقاء هذه العملية جميل السياسية جميل وبقاء الميليشيات من أجل أن جميل يقاتلوا قتالا سنيا سنيا، وبالتالي هم سيخسرون كل وصلت شيء. الفكرة. أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف من واشنطن الدكتور أسعد ناجي الخبير في شؤون الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور أسعد. هكذا قانون يحتاج إلى موافقة ثلثي مجلس النواب للتصويت عليه بعدما يعرض على البيت الأبيض ليتم التعديل الإجراءات عليه لضمان عدم استخدام أوباما حق الفيتو عليه، كيف ترى هذا القانون سيدي؟ إسماعيل محبتي واحترامي للجميع. بالحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية يعتمد النظام التشريعي، التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية على نظام المجلس التأييد، وهو مجلس الشيوخ ومجلس النواب. هذا حال الدول الديمقراطية الأخرى مثل بريطانيا مجلس العموم ومجلس اللوردات، وفرنسا مجلس الشيوخ ومجلس البرلمان إلى آخره. في الولايات المتحدة الأمريكية والضجيج أو الغضب العالي اللي بشان أحدها بنود قوانين اللي طرحت على مجلس النواب بشأن النظامية وزارة الدفاع الأمريكية في بند 1223، هذا اللي أساس غضب الشارع، وبعض هذا الغضب مبرر وبعضها مبالغ به. القوانين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إلى مجلس البلد، إلى مجلس النواب. المجلس النواب هذا يتم انتخابه من قبل الشعب الامريكي بشكل مباشر على عدد السكان مال كل ولايه، فالولايات كثيره العدد بالسكان مثل كاليفورنيا تكساس ونيويورك، هذه يكون ممثليها داخل مجلس البرلمان مجلس النواب اكثر من الولايات الصغيره مثل مين وهامشاير. اما مجلس الشيوخ فهو ممثلين اثنين عن كل ولاية بغض النظر عن الولاية انه كبيرة او صغيرة، فمثلا طالما انه اثنين ممثلين عن كل ولاية فيكون عدد اعضاء الكونفرنس مجلس الشيوخ العفو هو 100 عضو استنادا الى كل ولاية. القانون يروح الى مجلس النواب اللي هو عدده اكثر من عدد مجلس الشيوخ.
القانون اللي اذهب بنتي عليه هو قانون مناقشه ميزانيه اداره الدفاع الامريكيه لعام 2016. البدء بميزانيه الكافه اللي اذهب، وهذا قانون اي قانون مطروح من قبل لجنه الدفاع، عفوا لجنه الخدمات العسكريه. طبعا اكو لجان في مجلس البرلمان الامريكي، لجان في مجلس الشيوخ. في مجلس النواب هنالك لجنه الخدمات العسكريه، اما ان يقابلها في مجلس الشيوخ لجنه الدفاع. في مجلس النواب هنالك لجنه الشؤون الخارجيه. نعم. في مجلس الشيوخ هي لجنه العلاقات الخارجيه. نعم. انطرح من قبل هذا القانون مدان في وزاره الدفاع عن لجنه الخدمات العسكريه اللي هي مسؤوله عن وزاره الدفاع وقوانينها. نعم. البند 2003 اللي اثار ضجه، هذا قانون الميزانيه يتناقش بند ويقر من قبل مجلس النواب، بعد ذلك يذهب هذا القانون الى مجلس الشيوخ، تشكل لجنه من قبل لجنه الخدمات العسكريه اللي في مجلس النواب ومن قبل لجنه في مجلس الشيوخ. فاذا توصلوا الى صيغه معينه او تعديل او اقراره يتم طرحها بالتصويت داخل مجلس الشيوخ. فاذا وافقوا عليه بثلثي مجلس الشيوخ على الرئيس الامريكي طبعا ينفذ، ولكن هذا صعوبه الحصول على الثلثين بسبب انه عدد اعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين هم ايضا كثير، يعني القانون يحتاج الى 67 عضو. نعم. سنتور يوافق عليه، وهذه من الصعوبه. هذا في حاله انه اللجنه هذه لجنه الدفاع ولجنه الخدمات العسكريه في المجلسين ما توصلوا الى اتفاق على نعم. تعديل هذا القانون او تعديل هذا البند، يتم اعادته الى مجلس النواب. نعم. فاذا اصروا مجلس النواب الامريكي على هذا البند بصيغته الحاليه يعاد الى مجلس الشيوخ ليتم اخراج من قبل الكونغرس، وبالتاكيد ما راح على موافقه. ولكن لا اعتقد انه الجمهوريين في مجلس الشيوخ والجمهوريين في مجلس النواب راح يتعارضوا فيما بينهم، انا اعتقد راح يتوصلون الى صيغه اخرى لتعديل هذا البند في قانون الميزانيه الدفاع. طيب انتقل الى الدكتور ضرغام. دكتور ضرغام، هناك من يعتقد ان الولايات المتحده تريد ايجاد وضع مرتبك بالعراق، تتحكم هي في كل موازين قواه، او لنقل هو نوع او خلق نوع من حاله اللا توازن لمن يرفع السلاح خارج اطار الدوله. تعتقد انه انتم كمجلس سياسي لديكم علاقات واسعه مع صناع القرار في الولايات المتحده، يعني اقل تقدير لتبصير حقيقه الرؤى، كان باعتباركم انتم تمثلون الطيف العراقي كله، هل تسمع واشنطن او صناع القرار لوجهات نظر من قبل المجلس السياسي حول الوضع المربك في العراق؟ باختصار دكتور ضرغام. استاذ اسماعيل، انا في تقديري احنا طبعا نقابل كثيرين من الجهات والشخصيات والحركات والقوى، ونواجه كل من يطلب مقابلتنا ويسمع راينا. انا في تقديري اللي تفضلت فيه مو غريب، يعني مو غريب الاحتمال، بل انا اتوقع انه الولايات المتحده تفضل ان تشوف بلد دائما مضطر ان يلجا لها، وأن هي تلعب دور الحكم فيه بين مواطنيها. أمريكا تفضل هذا الحل، تفضل هذا النوع، أن يكون بلد غير مستعمر ولا متحرر، لا مستقل ولا متقدم، لا متخلف ولا غير متخلف، هكذا لا معنى ولا طعم ولا رائحة له. أنا في تقديري وأنصح يعني الولايات المتحدة أو غير الولايات المتحدة دول الجوار وحتى الدولة الإيرانية الإسلامية، أنا أنصحهم أن الحل الشامل لمشكلة العراق، هم إذا كانوا حريصين، وأنا أشك طبعا في هذا، حريصين على أمن المواطن العراقي كله من البصرة إلى الموصل، عليهم أن يضعوا حل جذري لمشكلته الأساسية. المشكلة الأساسية هي في الاحتلال ونتائجه بكل شامل نتائجه الشاملة، والعمل على إعادة اللحمة إلى الوطن الواحد الذي كان بوحدته
شمعة ومنارة ليس للعراق فقط بل لشعوب المنطقة والعالم. أنا في تقديري كيف نصل إلى هذا الحل؟ إن شاء الله بالتفاوض، إن شاء الله بالتفاهم، إن شاء الله يكون بوسائل سلمية. لكن إذا كان غير ذلك فالناس مضطرة تدافع عن نفسها. نعم، شكرا دكتور ضرغام. أعود إليك دكتور أسعد. يعني دكتور أسعد، أمريكا اليوم بعد أن وضعت هذا القرار أو القانون على طاولة التفاوض، يعني ما الجديد في سياستها؟ لم تمضي وقت طويل على زيارة السيد رئيس حكومة بغداد السيد العبادي إلى واشنطن، وكان هناك تفاؤلات بالتسليح وغيرها. ما الجديد اليوم في سياسة واشنطن تجاه العراق سيدي؟ استاذ محمد، يعني إلى عام 2009 هناك توصية من نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في موضوع العراق، توصل إلى الكونغرس توصية في موضوع تشكيل العراق إلى ثلاث كتل سياسية أو ثلاث كتلات سياسية، وهذه التوصية حصلت على موافقة الكونغرس. نعم. التوصية مثل قانون، التوصية غير مكلفة للكونغرس، ولكن الكونغرس طبعا يعمل عليها مستقبلا هذه التوصية. بالحقيقة تقوم من قبل أعضاء الكونغرس الأمريكي، هنا أنا أستاذ إسماعيل، الكونغرس هو السلطة القوية في الولايات المتحدة في أي دولة ديمقراطية. فالتخوف الحقيقي هو من ماضي نفوذ إيران في العراق. هم يخشون من الحشد الشعبي، لذلك شوف البند أطرق لموضوع الحشد الشعبي. الحشد الشعبي يعتبروه الآن كأنما هو حرس ثوري ثاني ولكنه خارج الأراضي الإيرانية. هم يقولون من النفوذ الإيراني. المشكلة أنه بعض الدول الخليج العربية وبعض الإعلام العربي ومن صار اتفاق مع إيران بشأن الاتفاق النووي 5+1 في لوزان، اعتقدوا كثير من دول الخليج أنه لا تحدث بك اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية وسوف تبيع العقل وسوف تبيع مصالحها. في الحقيقة هذا مثل سطحية ساذجة اللي يعتقد هكذا، لأن هذا الاتفاق النووي هو جزء واحد من ملفات الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هنالك ملفات كثيرة مع إيران، الطريق طويل لتحقيق العلاقات بين إيران والولايات الأمريكية. هذا التخوف اللي صار اللي موجود هو مو تغيير بالسياسة، الولايات المتحدة الأمريكية تنفق مصالحها في السياسة الدولية، لا توجد مصالح أخلاقية وإنما توجد مصالح. نعم. مصالح الولايات المتحدة الأمريكية لا تنكر، ولا توجد أي دولة تنكر أن لها مصالح، إيران لها مصالح، العراق لها مصالح، بدو العالم مصالح. دكتور أسعد، الخوف هو من التمادي النفوذ الإيراني في العراق وتأثيره، وهذا ما تم تحميله للسيد رئيس الوزراء الدكتور العبادي في الزيارة الأخيرة. تحمله مو فقط الرئيس الأمريكي وإنما أعضاء من الكونغرس الأمريكي الجمهوريين والديمقراطيين، أبلغوا أنهم يخشون هذه النفوذ الإيراني داخل العراق وتأثيره على هذا. الولايات المتحدة الأمريكية تخشى أن تكون لإيران طريق طويل يمتد من العراق عبر سوريا، هذا غير مسموح له، لأن هذا يهدد مصالح الدول الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج وفي دكتور أسعد. الوقت أدركني، لم يبقى معي سوى نصف دقيقة. الشيخ عبد القادر، كيف تنظر إلى قادم الأيام في ظل هكذا أجواء ساخنة في الشارع العراقي بأقل من نصف دقيقة؟ أرجو، إذا لم تستطع هذه الحكومة أن تعمل على أسس المواطنة وبناء جيش حقيقي ومصالحة وإعطاء حقوق للشعب العراقي كاملة، ربما المشاريع الدولية والإيرانية ستكون هي المهيمنة، وبالتالي سيزداد عمليات القتال والتهجير، الممارسات الميليشياوية الموجودة على الشعب العراقي، وسيكون هناك واقع دموي. على الإدارة الأمريكية ألا تذهب إلى هكذا قوانين، إنما عليها أن تأخذ هؤلاء التي جلبتهم، وهناك برنامج وطني لجميع العراقيين رافضين لهؤلاء تماما يستطيعون إنقاذ العراق والحد من الهيمنة الإيرانية الموجودة في الشارع. شكرا للشيخ عبد القادر النايل، أحد وجهاء عشائر الأنبار، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية. شكرا لضيوف الذين شاركوني، من واشنطن الدكتور أسعد ناجي، ومن برلين الدكتور ضرغام الدباغ رئيس المجلس السياسي العام لثوار العراق، وضيفي الذي كان معي عبر الهاتف من بغداد الأستاذ واثق الهاشمي. والشكر لكم أيضا أنتم سادة الأفاضل على طيب المتابعة. هذه تحياتي، أنا محدثكم إسماعيل الجنابي، دمتم في أمان الله.